كابتن شادي، فكره الدوافع ازاي تجدد الدوافع في اللعيبه دي؟ يعني كل اللعيبه زي ما كنا بنتكلم قبل ما نطلع هوا، اللعيبه اللي في او الفرق اللي في منتصف الجدول اللي هي خلاص ضمنت البقاء ومش بتنافس على الدخول للمربع، ازاي انا هشتغل على اللعيبه دي؟ لان انت في الاخر هتشوف نفس المستوى بنفس الشكل بنفس اللعيبه اللي احنا شفناها دي. والله يا بص، لو عايز الامانه احنا في نهايه سيزون، هيخلق دوافع وهو في وسط الجدول خلاص، ولا بينافس على كونفدراليه ولا بينافس غير على مراكز، فبالتالي مهما عملت خلاص انت اللعيبه عايزه الدوري يخلص بسرعه عشان طويل جدا، فهتخلق دوافع لايه؟ ولا هو هينافس ولا هو هيهبط. صح. واحنا هنضطر نحلل بجد دي يا كابتن ابو جريش. ها بس هو ده الوضع يعني يعني مضطر يعني يعني مش يعني خلاص احنا في نهايه سيزون. صحيح. الماتشات المدير الفني بيتكلم نظر بشكل كويس، شكلنا يبقى كويس، ده اللي بيتقال في الدريسنج روم 100% 100% اللي احنا مع التخطيط للموسم الجديد طبعا. بالظبط. التخطيط بقى هيبتدي لو المدير الفني، لو النادي الاتحاد زي ما قلت وبرجع اكرر تاني، كان في انا مش بطرحه للنقاش، دي معلومه عندي ان كابتن مؤمن عاجبني الثقه اللي بيتكلم بيها كابتن ربيشه. متاكد؟ لا يعني وقعدته بالكلام بالثقه. هو أيوه. هو خلاص هو عايز يقول لهم كتير هو هو اللي مكلم مؤمن. احنا عملنا ديل خلاص، خلي بالك هقول على الهوا. طيب انت هيبقى في مدير فني اجنبي مثلا، اكيد الكابتن احمد ساري هيبقى ابن النادي الاهلي ابن اسف نادي الاتحاد، فهيتحمل مسؤوليه، هيبقى موجود ينقل له الصوره، ايه الصفقات اللي موجوده، احتياجاته، ان اللي مين هيخرج مين هيدخل جديد، ده هيبقى مهم جدا. كان مدرب مصري ما اعتقدش هيجي بجهازه، بس المفروض ده بيحصل من دلوقتي برضه يا كابتن شادي. يعني المفروض ان لو انت بتجهز لموسم جديد وعندك بقى لعيبه وهتبتدي تشوف اللعيبه اللي انت وتشوف احتياجاتك شكلها عامل ازاي، هو المفروض ده بيحصل من دلوقتي. بص، هو احتراما للمدير الفني اللي موجود ممكن يحصل في الكواليس وما يبقاش معلن، علشان المدير الفني اللي موجود برضو الدنيا ما تفكش، وعندنا خلينا نتكلم بامانه جدا، تفكير اللاعب المصري لما بيحس ان المدرب مش موجود. صح. او في حاجه زي كده مش هيديك حاجه اصلا، هيبتدي يتعامل كانه موظف. هي دي الحقيقه. فنادي الاتحاد نادي جماهيري، نادي كبير جدا مع رئيس مجلس الاداره، شخصيه محترمه جدا. انا بقول دايما الراجل ده عاشق لنادي الاتحاد. صحيح. بيساهم في حاجات كتير جدا جدا وعلى عاتقه حاجات كتير جدا، فعايز الاتحاد دايما الافضل. هي دي الحقيقه. انبي ماشي بفكر مختلف شويه، والفكره نجحت معاه بعيد، اللي هو زي ما قلت في البدايه لو بصينا الاداء انبي لغايه لما تحدد مين اللي هيلعب في الكونفدراليه كان اكثر من رائع. صح. اكثر من رائع بعد لما خلاص الدوافع قلت بشكل كبير، وكمان الفرقه ابتدى يدي عناصر من الشباب، خصوصا للكابتن سيد ياسين. هو راجل عارف مين كويس مين فين، هيحط مين فين من قطاع الناشئين، لانه عارف اللعيبه كلها اللي بتلعب تحت. فبالتبعيه خلاص شايفين كده وبيلعب النهارده. على فكره الفرقتين لو اتفرج على الشوط الاولاني تحس وانت من بعيد كده بتشوف المشهد، بتدور على اي لقطه تحللها، بتشوف مفيش. مين هتلاقي اللي هم مرتضيين من البدايه، تحس المباراه رايحه للتعادل. صح. من البدايه. صح. طمع انبي شويه. فكره الطرد اللي حصل في الدقيقه 57 اتحول الاداء تماما، فالكابتن احمد ساري جاله تخوف. علشان كده تغييراته اللي هو يقفل الملعب شبه انفرادات بشكل كبير جدا. والمباراه راحت الدفة بالكامل لفرقه انبي من صحيح. بعد الدقيقه 57. النتيجه النهارده من وجهه نظري ان انبي كان يستحق الفوز، والتعادل بطعم الفوز لنادي الاتحاد.